ولسه بنكمل كلامنا عن مهرجان العالمين، المهرجان الكبير اللي اتولد كبير. حقيقي بنشوف الكلام ده في كل ردود الافعال اللي اتكلمت عن المهرجان داخل مصر او خارج مصر. المهرجان هيختتم فعالياته اللي استمتعنا بيها كلنا على مدار شهرين، شهر يوليو وشهر اغسطس. هيختتم فعالياته يوم الجمعه القادمه. المهرجان في نسخته الثانيه في الحقيقه عمل حالة كبيرة من البهجة والسعادة لكل زوار مدينة العالمين، وحتى اللي مظهرهاش وتابع فعالياتها وحفلاتها من خلال تغطياتنا الإعلامية في كل شاشات الشركة المتحدة. تحس إن كان في حالة كبيرة جدا من السعادة والبهجة كانت بتعم كل أرجاء مصر من خلال اللي تابعوا الحفلات على شاشات التلفزيون أو حتى اللي زاروا واستمتعوا بفعاليات المهرجان. الحقيقة على مدار الأيام اللي فاتت يمكن تابعنا مع بعض في الويكندز بالذات يمكن الحفلات الضخمة اللي ابتدت بحفل الكينج محمد منير واللي عمل حفل افتتاحي كبير جدا مع دينا الوديدي، وشفنا التواجد الفني الفلسطيني كمان في حفل الافتتاح. ومن بعد ده ابتدينا كل ويك اند نشوف يمكن حفلات ضخمه جدا جدا، حفلات مهمه جدا. ومش بس الحقيقه الويك اند، ده كمان في ايام الاسبوع العاديه شفنا فعاليات مهمه جدا جدا وحفلات كتير كانت بتقوم بها وزاره الثقافه للزوار ومرتادي مهرجان العالمين عشان يقدروا ان هم يستمتعوا في اي وقت بيمروا فيه، سواء في الممشى السياحي او في الشواطئ او يقدروا ان هم يستمتعوا بالفعاليات اللي بتقدمها وزارة الثقافة اللي كانت في الحقيقة مميزة جدا. هنتكلم عن حفل الختام اللي هيبقى إن شاء الله ضخم جدا ومميز جدا، هيكون في ثلاث مواقع رئيسية، اليو أرينا والمسرح الروماني والمنطقة أو المنطقة الشاطئية. حفل الختام ده مش بس هيجمع ما بين الفنون والثقافة، لكن كمان هيكون فرصة حلوة قوي للتأكيد على نجاح المهرجان في تسليط الضوء على التطورات الكبيرة في مدينة العالمين الجديدة والساحل الشمالي، وإزاي المهرجان ده صنع قيمة مضافة للترويج السياحي لمصر في المنطقة. أنا عايزة أقول لحضراتكم إن العالمين الجديدة رفع شعار كامل العدد أو الفنادق هناك رفع شعار كامل العدد من أول يوم في المهرجان. الترويج اللي قامت به الشركة المتحدة من خلال قنواتها للمهرجان والفعاليات المختلفة أضاف قيمة مضافة مهمة جدا للسياحة في العالمين الجديدة. شفنا إخواتنا مصطفى يمكن من الدول العربية متواجدين بكثافة وقوة في العالمين الجديدة. صحيح، وخليني أقول برضو أن ثقافة المهرجانات عموما ما كانتش موجودة عندنا في مصر. كان عندنا منتجعات عالمية زي شرم الشيخ وزي الغردقة وزي الساحل الشمالي، وكان عندنا شواطئ جميلة، وكان عندنا حفلات غنائية متفرقة متباعدة، وكان عندنا بطولات رياضية أو فعاليات رياضية متباعدة. أنك تجمع كل ده في مكان واحد ده موضوع مهم، وأنك تسلط الضوء عليه إعلاميا ده ضوء أهم بكتير. خليني أقول لكم أن الحفل الختامي اللي هيكون يوم الجمعة الجاية هيكون حفل يعني يليق بالنسخة الثانية من المهرجان، حفل ضخم ومميز. هيكون فيه عروض جوية يوم الخميس من منطقة النورث سكوير، واستعدادات العروض الجوية دي هتبتدي من يوم الأربع، ويمكن هتضيف العروض دي لمسة تانية للمهرجان وهتوديه في حتة تانية خالص. اللي أيضا بجانب هذا الأمر هيكون في عدد كبير من الفعاليات في هذا الحفل، مستنيين ختام يليق بالمهرجان. من الحاجات اللي فرحتنا كمان في مهرجان العالمين حجم التنمية اللي شهدته المدينة، واللي كلنا عارفين ان هي كانت يعني ما بين ثناياها ألغام كتير جدا من الحرب العالمية التانية. النهاردة بقت مدينة ساحلية سياحية فيها السياحة وفيها الترفيه وفيها التعليم والجامعات وفيها الفرص الاستثمارية الواعدة اللي كل مستثمر بيحلم بيها، وكل ده ما كانش يقدر يتم غير بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. خليني أقول لكم، لو شفت الشركة المتحدة من يعني الفريم بتاع المهرجان هتعرف قيمة المهرجان ده تبقى عاملة إزاي. المهرجان من غير الشركة المتحدة كان هيبقى عامل إزاي؟ ما كانش هيبقى عليه تسليط إعلامي، ما كانش هيبقى عليه زخم، ما كانش هيبقى عليه كل الناس اللي كانت فاهمة أو عارفة واللي بتيجي من كل الدول علشان تستمتع بفعالياته.
المهرجان السنة دي في الحقيقة نسخة مختلفة، لأنه قدم مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والترفيهية. احنا شفنا أنشطة كتيرة جدا في مهرجان العالمين بتعزز، خليني أقول، الهوية المصرية لدى مرتدي المهرجان. ويمكن الناس كتيرة قوي اتكلمت عن العروض من كافة المحافظات المصرية اللي كانت بتعرض في المهرجان، سواء من التنورة، سواء السمسمية البورسعيدية كانت موجودة، يعني العروض السكندرية كانت كمان موجودة. كل المحافظات كانت متواجدة بتقدم الفن والتراث بتاعها في داخل مهرجان العالمين. وطبعا ده كان بإشراف طبعا وزارة الثقافة، أو بتقديم وزارة الثقافة. خليني أقول العروض الترفيهية المختلفة، احنا النهاردة شفنا عروض فنية وترفيهية. العروض الفنية سواء المسرح اللي هو شفناه بقوة في مهرجان العالمين، سواء الوجوه الجديدة اللي تقدمت عن طريق المسرحيات اللي كانت يعني بتعرض هناك، أو النجوم الكبار اللي كانوا متواجدين بأعمالهم الفنية، أو الحفلات أو غيره أو غيره. وخليني أقف هنا بقى عند الرياضة اللي كان ليها دور مهم قوي، مش بس في طبعا أساطير كرة القدم اللي قدموا لنا عروض في الحقيقة رائعة، فكرونا كده بالزمن الحلو بتاع زهوة الكرة المصرية، لكن كمان شفنا الموتور سبورتس اللي كانت كمان متواجدة بقوة، كل أنواع الموتور سبورتس والعربيات والجيب والتراكس والسباقات، كل ده كان موجود في العالمين. شفنا مشاركة من إخواتنا في الدول العربية، مشاركة قوية، وكمان دول أفريقية ودول أوروبية شاركت في السباقات دي، وغيره وغيره. يعني عايزة أقول كمان الأمم إيه اللي شفناها، ودي في الحقيقة هي تاني سنة ليها، لكن السنة دي كان يعني الموضوع كبير قوي، وشفنا الناس قد إيه فخورة قوي بتواجد الألعاب المختلفة دي على أرض العالمين الجديدة. الفعاليات المتنوعة دي ساعدت في تعزيز السياحة في المدينة. يعني لو هنتكلم على مهرجان زي مهرجان الطعام اللي هو بايتس باي ذا سي، كانت حلوة قوي قوي لدعم سياحة الطعام، لأنه في ناس فعلا بتسافر دول كتيرة عشان تجرب أكلات معينة من البلاد دي، أو تحضر مهرجانات للطعام. ده ليه ناسه وليه مرتدي النوع ده من المهرجانات. ده زود من جاذبية مدينة العالمين الجديدة كواجهة سياحية متكاملة، وخلاها أكثر جذبا، خليني أقول، للسياح والمستثمرين. لو اتكلمنا عن المهرجان هنحتاج يعني أوقات كتيرة قوي نتكلم عنه، لأنه في الحقيقة مهرجان فعلا اتولد كبير واتولد ناجح جدا، ودعم كبير قوي من الدولة المصرية لدعم السياحة. وده أهم حاجة في الموضوع، أنه النهاردة نوع سايح مختلف هيجي للعالمين الجديدة. احنا كنا متعودين ان السياح دايما يا اما بيجوا القاهره، الجيزه، الاقصر واسوان والبحر الاحمر. النهارده البحر المتوسط اللي هو الناحيه الثانيه بقى، عندنا دول ثانيه بتتمتع بجذب سياحي كبير، او عوامل لجذب سياحه كبيره. احنا عندنا في مصر حاجات اكتر، وده المهم. والنهارده كان لازم الدعم ده يكون موجود عشان نسلط الضوء على جمال المدينه دي للعالم كله يشوفها، وده فعلا اللي حصل. احنا بنصبح على حضراتكم من جديد، واهلا بيكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر.